يا قارئ القرآن قد وفاك من زمرة الإتقان ما أغناك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يتجدد اللقاء مع الإخوة الفضلاء في إحدى دورات مقرأة جامع الملك خالد بالرياض، وهي دورة في غاية الأهمية بالنسبة للقراء والمقرئين، وهي تشاكل أختها في التجويد الذي هو قاسم مشترك بين جميع القراءات. أما هذه الدورة فهي دورة أكثر تخصصاً، ولكن قاعدتها أيضاً عريضة، فإنها تشمل الدقائق الأدائية في القراءات القرآنية، وهي متممة لدورة الدقائق التجويدية، والتي ولله الحمد حازت يعني قبولاً وانتشاراً. نسأل الله أن تحوز هذه الدورة انتشارها أو أكثر منها، وأن ينفع الله بها، وأن تكون عملاً صالحاً متقبلاً لنا وللإخوة الحاضرين المتدربين وللمشايخ المقرئين المدربين ولجميع المشاهدين والمشاهدات في أنحاء العالم. نبدأ بسم الله. الحمد لله رب العالمين، نزل الروح الأمين على قلب سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين بأعظم كتاب بلسان عربي مبين، لم يتطرق العوج إليه ولم يعرف اللحن سبيلا إليه، تلقاه الصحابة الكرام رضي الله عنهم غضا طريا مجودا مرتلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقنه عنهم التابعون، وتلقاه عنهم أئمة القراءة الذين اشتهروا بالعدالة والضبط والإتقان، فتلقت الأمة قراءتهم بالقبول، إذ حموه من خلل التحريف وحفظوه من الطغيان والتطفيف، فلم يهملوا تحريكاً ولا تسكيناً ولا تفخيماً ولا ترقيقاً، حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات، وميزوا بين الحروف بالصفات. وكانت صيانة حروف القرآن الكريم من العجمة وتطرق اللحن إليه وفصاحة التلفظ بها محل عناية الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين أصحاب المذاهب المتبوعين. روي عن عبيد بن عمير الليثي، وهو من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة المكرمة، أنه قال: اجتمعت جماعة فيما حول مكة هاهنا وفي الحج، فحانت الصلاة، فتقدم رجل من آل أبي السائب المخزومي أعجمي اللسان، فأخره المسور ابن مخرمة، وكان يومئذ واليا على مكة، وقدم غيره. فلما سأله عمر قال: إن الرجل كان أعجمي اللسان. هو كان أعجمي اللسان رغم أنه من بني مخزوم، بني مخزوم من قبائل العرب الأصيلة، لكنه كان أعجمي اللسان، لسانه فيه عجمة، وكان في الحج. قال: إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج، فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته. فقال عمر: نعم قد أصبت. وعلق الإمام الشافعي رحمه الله على هذا الخبر فقال رحمه الله: وأحب ما صنع المسور. وأقر له عمر من تأخير رجل أراد أن يأم وليس بوال، وتقديم غيره إذا كان الإمام أعجميا. القصد ليس الأعجمي اللي هو الجنسيات، وإنما هو عجمة اللسان وعدم الفصاحة وعدم إبانة الحروف. قال: وأحب ألا يتقدم أحد حتى يكون حافظاً لما يقرأ فصيحاً به.
وهذا هو محل الشاهد، لابد أن يكون فصيحا به. فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج، فلا يتخذ العوج سبيلا إليه، فلا بد أن يقرأ بفصاحة وببيان. وقد وردت آثار كثيرة تصف فصاحة قراءة أئمة المقرئين، منها ما رواه جرير بن حازم قال: رأيت عبد الله بن كثير اللي هو الإمام صاحب القراءة المكي قال: وكان فصيحا بالقرآن. ومنه ما رواه الحسن بن صالح قال: ما رأيت أحدا أفصح من عاصم بن أبي النجود، الإمام شيخ شعبة وشيخ حفص. وقال إمام العربية والقراءة أبو عمرو البصري رحمه الله: ما رأيت أحدا أفصح من الحسن، يعني الحسن البصري، ولا أعرب ولا أبصر بالعربية والنحو والشعر منه. والإمام الحسن البصري هو من أئمة القراءة، ولكن قراءته لم تتواتر، فهي من القراءات الأربعة الزائدة فوق العشرة. وقد يعني حاول بعض المشايخ المقرئين وصل قراءة هذه القراءات، إلا أنه لا يثبت التواتر في جميع طبقاتها. فالشاهد أن الحسن البصري رحمه الله صاحب قراءة مشهورة، لكنها لم تتواتر، وهي من الأربعة الزائدة فوق العشرة. إذا قيل الأربع الشواذ هي منها. ونقل مثل هذا في وصف قراءة يحيى بن وثاب والأعمش ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم وغيرهم من أئمة القراءة. ليس هذا فحسب، بل اعتنى أئمة القراءة عناية بالغة بتصحيح قراءة الآخذين عنهم والناقلين لقراءتهم، ونقلت عنهم أخبار مستفيضة في هذا المعنى، منها ما رواه أبو عيسى سليم ابن عيسى الكوفي تلميذ حمزة، أخص تلامذة الإمام حمزة ابن حبيب الزيات، وهو شيخ خلاد وخلف، وهو يعني الواسطة بين حمزة وبين خلف وخلاد. هو أخص تلامذة الإمام حمزة بن حبيب الزيات وأحذقهم. قال: وقف الثوري الإمام سفيان على حمزة، وكان من تلامذته. الثوري تلقى القرآن عن حمزة. قال: يا أبا عمارة، وتضبط عمارة وعمارة، اللي هو حمزة كنيته أبو عمارة أو أبو عمارة. قال: ما هذا الهمز والمد والقطع الشديد، يعني التطويل معروف قراءة حمزة فيها مد. قال: يا أبا عبد الله، هذا رياضة المتعلم، يعني نحن نبالغ شيئا ما على المتعلم حتى إذا نقص أتى بالإيش؟ بالمطلوب. أن دائما المتعلم ما يأتي بما يؤديه المعلم 100%، فهو يزيد عليه شيئا ما حتى إذا نقص أتى بالمطلوب. قال سفيان: صدقت. ومثله ما رواه الداني في التحديد وابن الجزري في النشر عن سليم قال: سمعت حمزة يقول: إنما أزيد على الغلام في المد ليأتي بالمعنى، يعني يأتي بالمطلوب بالمقدار المطلوب، وهو المعنى الذي نظمه الجعبري في عقود الجمان. وعقود الجمان هي أطول يعني قصائد التجويد على الإطلاق، تتعدى 800 بيت عقود الجمان في تجويد القرآن للإمام برهان الدين الجعبري. سألوه قال: أزيد كيما يأتي التلميذ بالمعنى المراد فعاني، يعني سألوا حمزة فقال: أزيد كيما يأتي التلميذ بالمعنى المراد فعاني. ثم أصل الجعبري رحمه الله من ذلك الأثر عن حمزة وغيره قاعدة هامة، فقال في العقود: وأباح في التعليم إفراطا لنا في كل ما نضطره هذان، يعني في حال التعليم يحتاج المعلم أن يزيد شيئا قليلا
على المتعلم حتى يأتي بالمطلوب. ولكن نعلق بعد هذا، قال هذان في البيت السابق يشير إلى حمزة وابن مجاهد في دفاعه عن حمزة فيما نسب إليه بهتانا من الخروج عن سنن القراءة، فقال رحمه الله: كان حمزة يأخذ بذلك على المتعلم، ومراده أن يصل إلى ما نحن عليه من إعطاء الحروف حقوقها. لكن ينبغي للمعلم أيضا بعد أن يتقن الطالب يعني الإتيان بالحروف على وجهها، ينبغي أن يدربه على التخفف من هذا، يعني ربما بعض الطلاب حريص فيأتي بالزيادة هذه ويستمر عليها، لا بد للمعلم أن يعلمه أنه الآن قد أتى بالمطلوب، وينبغي أن يخفف تكلفه بالقراءة وزيادته على المقدار المطلوب، لأن البعض يستمر على هذا إلى نهاية القراءة. لا، هذه تكون في البداية حتى يأتي بالمطلوب، فإذا أتى بالمطلوب خلاص، إذن الزيادة هذه يعني نتخفف منها حتى نأتي بالحروف على يعني مقاديرها وعلى صفاتها. كما وردت عن السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المقرئين آثار كثيرة تبين بالغ عنايتهم بتحقيق القراءة وحسن الأداء والتلاوة. من هذه الآثار ما أورده الإمام أبو عمرو الداني عند قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينه بيانا. وعن مجاهد ابن جبر قال: ترسل فيه ترسلا. وروى عن عاصم ابن بهدلة القارئ ابن أبي النجود شيخ حفص وشعبة وغيرهما رحمة الله عليه أن رجلا قرأ عليه بحضور هشام بن بكير وكان من القراء. قال هشام: فما أنكرت من قراءته شيئا، يعني عجبت القراءة. قال: فلما فرغ قال له عاصم: والله ما قرأت حرفا، يعني ما قرأت الحروف كما ينبغي. قال أبو عمرو: يريد أنك لم تقم القراءة على حدها، ولم توفي الحروف حقها، ولا احتذيت منهاج الأئمة من القراء، ولا سلكت طريق أهل العلم بالأداء. وروى أيضا عن حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله قال: إن الرجل لا يقرأ القرآن فما يلحن حرفا، أو قال ما يخطئ حرفا، وما هو من القراءة في شيء. يقصد لا يلحن حرفا بمعنى إقامة الإعراب، الرفع والنصب والجر وهذا، لكن القراءة فيها أشياء أخرى أو أشياء أخر غير الرفع والنصب والجر، فيها أداء الحروف ويعني على صفاتها واللازمة والعارضة، ليس فقط أنه يقيم الرفع والنصب والجر الحركات اللي في الأواخر فقط. قال أبو عمرو: يريد أنه لا يقيم قراءته على حدها، ولا يؤدي ألفاظها على حقها، ولا يوفي الحروف صيغتها، ولا ينزلها منازلها من التلخيص والتبيين والإشباع والتمكين وغير ذلك من غامض القراءة وخفاء التلاوة الذي لا يعلمه إلا المهرة من المقرئين، ولا يميزه إلا الحذاق من المتصدرين. قال رحمه رحمة الله عليه عقيب إيراد هذه الآثار: وهذا وما قدمناه دال على توكيد علم التجويد والأخذ بالتحقيق. ننتقل إلى أهداف الدورة، وهي نسردها باختصار: تأصيل منهجية علمية صحيحة لضبط نطق الأداء الدقائق الأدائية في القراءات. ثانياً، العود إلى طريقة أئمة أهل الأداء المتقدمين في العناية بفصاحة التلفظ بحروف القرآن الكريم، تحرير مشكل القراءات القرآنية أدائياً، تحسين تلفظ المتدربين بالدقائق الأدائية في القراءات إلى أفضل مستوى ممكن، تنمية ملكة دقة الاستماع والتدرب على مهارة تصحيح نطق دقائق القراءات الأدائية. المنهج المتبع في الدورة: مقدمة نظرية مختصرة لكل مسألة أو لكامل الباب دون عزو إلى القراء غالباً فيما يتشعب فيه النقل عنهم،
يعني بعض المسائل مثلا قرأ فلان وقرأ فلان وقرأ فلان وقرأ فلان، يعني فيها تشعبات كثيرة في القراءة. نحن معنيون بشكل أساسي كيف نؤدي هذا، بغض النظر عن أننا عزوناه إلى القارئ أو لم نعزه، فإننا معنيون بشكل أساسي بأن يكون كيف يؤدى هذا الوجه. مثلا أأنذرتهم، مثلا قرأناها بالتسهيل بدون إدخال وبالإدخال وبالإبدال وبالتحقيق مع الإدخال وبدون الإدخال، فهذا الذي يعنينا في هذه الدورة. أما من الذي يقرأ كذا ومن الذي يقرأ كذا، إن كان الأمر غير متشعب كثيرا فإننا نشير إليه، إن كان متشعبا حتى لا نشغل المتلقين بمن قرأ ومن لم يقرأ، نركز أكثر على كيفية الأداء وهي مقصد هذه الدورة. فنبدأ بمقدمة النظرية لكل مسألة أو للباب. ثانيا، تكرار التلفظ بالكلمة المرادة مع التنبيه على ما يقع في نطقها من أخطاء. الاستفادة من المادة العلمية المحررة الموثقة صوتا وصورة لبعض المسائل لأداء أئمة القراء المتصدرين في العالم من خلال المشروع القرآني الفريد اتساق. أتينا ببعض النماذج، والمشروع كما هو معروف يعني موجود في تطبيق وفي موقع إلكتروني متاح للإخوة في أنحاء العالم. التركيز على الجانب الأدائي التطبيقي دون استغراق في المباحث النظرية، لأن لن نتكلم كثيرا على يعني التأصيل النظري للمسألة إلا بما يعني يوضح الصورة. أما الاستغراق في الكلام النظري لسنا معنيين به في هذه الدورة، وقد يعني أشبعناه كلاما في الدورات السابقة وفي شروح الشاطبية والدرة والطيبة، وأيضا في الدورات الخاصة بالقراءات المفردة وغيرها. عدم التركيز على دقائق التجويد الخفية عند يعني أداء المتدربين، لأننا معنيون أكثر بالتركيز على دقائق القراءات. التغاضي عن كل خلاف أدائي سائغ مع تقرير ما تلقيناه عن مشايخنا دون تعصب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.